فصل في حجر العبيد. وليس للرقيق فيما في يده تصرف إلا بإذن سيده، فإن شرى بغير إذن واقترض يكن عليه بعد عتقه العوض، وإن يعامل بعد إذن سيده يجب وفاء الدين مما في يده، وإن جنى جناية في رقه فحقها معلق بعنقه، وهو القصاص إن جنى تعمدا، وفي سواه بيعه أو الفداء، وحيثما جنى على أموال فلا قصاص مطلقا بحالي.